الجامعة الأمريكية جامعة أنا تخرجت منها، وكون الجامعة فيها من كل أنحاء لبنان وحتى جنسيات مختلفة عربية ومن المنطقة، حضرتنا لانفتاح أكبر على أمور بتهم الإنسان بتهم لبنان. وأيضا في نحن كنا طلاب، كان عنا حس اجتماعي وقدرنا نعمل حركات طلابية بكل حرية، وهالحرية مهمة لأن كمان بتحضرنا لنكون عم نشارك بمجتمع دايما عم بيبغي يروح إلى مبادئ بتساعد بالحرية. وأنا بتذكر وقتها شاركت بتأسيس حركة طلابية وخلقنا نشاطات استفادوا منا الطلاب، منا مكتب للتوظيف ومنا مكتبة للكتب المستعملة. فالجامعة الأمريكية بالفعل يعني تحضير لكل شخص، اللي هو تحضير مهم وبيساعد بعدين انه واحد ينجح بحياته. واليوم اذا بتطلع على خريجين الجامعة في عدد كبير منهم نجحوا بحياتهم المهنية. أنا بعتقد أنه التحصيل الجامعي اللي أخذته بالجامعة الأمريكية ساعدني كتير لأوصال لهالمركز المسؤولية، لأن من ناحية تعلمت شو يعني المسؤولية، من ناحية تانية طلعت على عالم جديد اللي هو عالم المال، اللي كان إذا بدنا بوقتها الأنجلو ساكسونية هي الأساس فيه، وهي عم تحط المفاهيم الحديثة لإله، مفاهيم على أساسها انبنى النظام المالي الجديد. بعتقد إنه هالشيء يعني ساعد إلى حد كبير ب يعني تمكني من النجاح اولا بعالم المال، وبعدين لاوصال لتصير حاكم مصر في لبنان. انا بتمنى انه الجامعه تستمر، ونحن قد ما فينا كلنا كلبنانيين مفروض نكون داعمين لهالجامعه. دكتور فضلو، استمعنا إلى كلمة أستاذ أو إلى شهادة حاكم مصرف لبنان أستاذ رياض سلامي، وبيقول كلنا كلبنانيين لازم يكون داعمين لهذه الجامعة. بتعتقد كونك لبناني رح يكون كمان هيدا يساعد أكثر الجامعة مكانتها بلبنان ودورها؟ ولا شك، يعني لحديت هلأ هذا الاختبار اللي عم نشوفه، والحاكم سلامي من أهم المتخرجين بالجامعة، بس بحب الجامعة وبحب البلد، ولهذا السبب بيفهم أنه مصلحة الجامعة طبعاً بتفيد البلد، مصلحة الجامعة أنه تسنح الفرص للجميع، وعم بيتعامل معنا كما عم يتعاملوا معنا البنوك اللبنانيين بالإجمال، بس حقيقة بريت وبقيت. على كل حال خلينا نقول ما تردد أبداً يعطي هيدا الشهادة، وكان مرحب جدا انه يحكي عن جامعته، عن الجامعة الأمريكية. بدي رحب بضيوف انضموا لنا، دكتور محمد حراجلي حضرتك وكيل شؤون الأكاديمية بالوكالة، بدي رحب بالدكتورة نادية الشيخ حضرتك مساعدة وكيل الشؤون الأكاديمية أيضا بالوكالة، والعميدة المعينة لكلية الآداب والعلوم، أول سيدة تعين عميدة لكلية، مبروك، نفتخر فيك على كل حال كثير. دكتور رمزي بعلبكي حضرتك عميد كلية الآداب والعلوم أيضا بالوكالة، أستاذ كرسي الدراسات العربية، رح يكون لنا حديث عن الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية، أهمية الألسنية واللغة والأدب وغيره. بدي بلش من عندك دكتور حراجلي، لما يشوفوا المشاهدين نجاح مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، أسماء كبيرة رح نشوف كمان بعد أكثر وأكثر من الخريجين من هالجامعة لمعوا وكبروا بالعالم وبلبنان، حلم كتير من الأهالي دخلوا أولادهم بالجامعة الأمريكية، بس بيفكروا أنه أكيد ما عنا ندفع القسط، أكيد صعب كتير حتى لو طالب متفوق، هيدي جامعة نخبوية، قديه هالانطباع صحيح؟ أنا موافق مع
صافي غالي بالجامعه الامريكيه لا شك، يعني بتتراوح بالسنه بين 22 الف دولار لشيء 30 الف دولار حسب البرنامج اللي طالب بيدخله. ولكن عم نعالج هالامور هيدي باعطاء منح دراسيه بالجامعه الامريكيه. نحن وي ار فيري جينيروس ان ذس كرمه اليوم كرمه بالضبط، نحن كرمه بهالشغله هيدي. يعني جامعه من اموال الجامعه تقريبا بنعطي شيء 33 مليون دولار بالسنه كمنح دراسيه للطلاب اللي هي بتغطي تقريبا شيء 4000 طالب لبنانيه او عم نحكي لبنانيه وعرب. لا كل الطلاب مين بقدم بيطلع له حسب طبعا الكفئة. طبعا بيز اون نيد، يعني على الحاجه، على الدخل، الدخل العائلي، الدخل المادي للعائلي، الانكم اوف ذا فاميلي. فبالاضافه لهي كمان عندنا بيجينا مساعدات من الحكومه الامريكانيه، بيجينا مساعدات من ناس بحبوا يساهموا بالفاينانشال ايد. فبيطلع البادجت كلها بتطلع تقريبا شيء 53 مليون دولار سنويا اللي بتغطي تقريبا شيء 52% من جسم الطلاب. الأهم شيء انه 75% من يلي بيقدموا على الفاينانشال ايد، على المساعدات الماليه، بيطلع لهم فاينانشال ايد. بس مش كل الناس بتقرب حسب الوضع المادي للعائله، حسب وضع المادي للعائله او كمان حسب قد ايه العلامات العلامات ما بتلعب دور، ما بتاثر، ما بتلعب. ليه؟ اللي بيلعب ما بيلعب دور لانه هيدي سياسه الجامعه. بنحب اللي مش قادر يدفع قسط الجامعه ويكون ذكي وشاطر كطالب، بنحب انه نجيبه على الجامعه ونعلم. بس اللي بنعرف انه كمان شاطر وكفوء، يعني عنده علامات منيحه، ما بتعطيه هيدي افضليه؟ عم نعطي تقريبا 6 أو 7 طلاب سنويا متفوقين، نعطيهم 100% بنغطي لهم قسطهم سنويا اذا كانوا متفوقين. بس هولي كاتيجوري لحالهم، ديفرنت كاتيجوري، هيدي صحيح. فئة لحالهم، فئة لحالها هيدي صح. لكن قد ايه اذا بدي اخذ نسبة مئوية اليوم من طلاب الجامعة، شو هي النسبة اللي بتتكل على هيدي المساعدات؟ النسبة اللي بتتكل على المساعدات تقريبا شي 52% من طلاب الجامعة اللي هن عم بيحضروا للبك، اكثر من نص الجامعة. وبكل الاختصاصات، بكل الاختصاصات، وتقريبا يعني كل شخص اذا بنحسبهم بيطلع له شي 12000 دولار سنويا، يعني تقريبا شي 50% من القسط. عم ناخذ كل الطلاب اللي هن اللي عم يحضروا للبكالوريوس واللي عم يعملوا دراسات عليا، ان كانوا على مستوى الدكتوراه ولا على مستوى الماجستير. عشان هيك التبرع على الجامعه بعتقد شيء مهم جدا. 100%. وفي خطه عم نعملها طبعا بقياده الرئيس دكتور فضل خوري انه نزيد المساعدات الماليه اللي من بتغطي الفاينانشال ايد. يعني عم نحاول نزيد بلا ما تكون 53 مليون، ما نحاول نرفعها بالسنوات المقبله ان شاء الله تكون اكثر باي ابروشنج، يعني لما بنقرب من الخريجين الجامعه، اهم شيء اللي هن بيساعدوا بهالمجالات هي. دكتور ناديا، ليه اول سيدي يعني كل عميده لكليه الاداب والعلوم ما بيتوقع الواحد انه سيدات يكونوا رائدات بهذا المجال؟ الحقيقه الجامعه الامريكيه جامعه طلعيه بهذا الموضوع. كانت أول جامعة فتحت أبوابها للإناث بلبنان وبالمنطقة سنة 1921. أخذت الجامعة القرار أنه تتقبل طالبات يدخلوا بالجامعة، وهيدي كده كان مشروع طليعي وجبار بالحقيقة. خلينا نقول أنه وقتها بالمدرسة ما كان في هالقد نسبة بنات، وكان بتحلم. حتى بالولايات المتحدة نفسها بالجامعات الأمريكية هنيك ما كان في هالتصور، وما كان في حتى هالقرار، ما اتاخذ هذا القرار. وبجامعات كثير مشهوره بامريكا اللي بتعرفوها كثير مثل هارفارد وكولومبيا، ما كان اخذوا هيدي القرار بالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات حتى. كان عندهم كولج صغير مخصص للنساء مثل رادكليف لهارفارد او بارنز لكولومبيا. فهيدا القرار اللي اخذته الجامعه الامريكيه من تقريبا 100 سنه، وبعد 50 حنحتفل اكيد بهي المناسبه، هو عن جد قرار طليعي، وبيظهر قديش الجامعه سباقه بهيدا المجال. وهيدا القرار اللي اخذه البورد اوف ترستيز، واخذه رئيس الجامعه والبروفوست، انه يعينوا اول امراه لكليه الاداب والعلوم، هو كمان خطوه بهذا الاتجاه. يعني هذه خطوه من خطوات عديده عم بتاخذها الجامعه لاول حضور النسائي، ان كان كطلاب او كاساتذه او كموظفين. اللي عم بيسمعوك هلا طلاب وعندهم اذا بدك
هيدا الطموح يدخلوا بالجامعة الأمريكية، بشو تنصحيهم؟ وين بتقولي لهم هيدا الاختصاص ممكن يكون مستقبلا يعطي شغل منيح أو يكون في له مستقبل مهم؟ أنت عم تسأل الشخص الغلط بالحقيقة، لأنه منحازة لأنه لا لأنه إذا يعني أكثرية الطلاب بيدخلوا على الجامعة وعندهم هدف واحد، انه شو هو الاختصاص اللي حيعطيني الانكم منيح بعدين، ايه ما هيك؟ فبيدخلوا منهم كثير كمبيوتر ساينس وانجينيرنج، لانه هدول يعني هذا الفيلد، هذا المجال كانه اسهل او اوضح طريق تواحد يوصل له. بس طبعا انا بكليه الاداب والعلوم عندي اختصاصات كثير مهمه، وفيها تكون اذا واحد بده يكون شوي كرياتيف اكثر، خلاق اكثر، يفكر انه مستقبليا يمكن اذا عمل فلسفه مثلا او عمل تاريخ الفن يقدر يلاقي مجالات عمل جديده خاصة بثورة المعلوماتية وبالتكنولوجيا الحديثة وبكل يعني لازم يفكروا شوي أكثر، يعني يكون مبتكر شوي بالمجال الاختصاصي اللي عم بجرب يفوت عليه، ومش كلهم يعملوا سيفل انجينيرينج وكمبيوتر ساينس، يفكروا شوي أكثر وكمان يفكروا بالشيء اللي بيحبوه، لأنه بالنتيجة إذا عملوا شيء بحبوه كثير على الأرجح بيبرعوا فيه كثير وبيقضوا كل حياتهم سعيدين بالاختصاص. صحيح، كثير مهمة هي، واحد يعمل شغلة بحبها لأنه رح يقضي عمره بعدين بهذا المجال. دكتور رمزي بعلبكي، ننتقل إليك بالفصحى. هلا إذا قمت ببعض الأخطاء باللغة العربية تعذرني، أنا أرمنية. لا، فصحاك ممتازة يبدو لي. لا أكيد قدمت برامج باللغة الفصحى ويسعدني إنك قلت لي بدي أحكي بالفصحى. شو خلينا نقول موقع اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت؟ نعم، اسمحي لي أن أبدأ بالنشأة الجامعة التي نحتفل بها اليوم، وهي مرور 150 عاما على تأسيسها. الذي يبدو لي أن المؤسسين الأوائل كان عندهم حس سليم وأدركوا أن قيمة هذه الجامعة هي بانتمائها إلى هذه المنطقة، وجودها في هذه المنطقة، بالاهتمام بلغتها، بتراثها، بدينها أو بأديانها. هم طبعا كانوا يؤسسون جامعة أمريكية وبمنهج ليبرالي حر تعليمي أمريكي، إلا أنهم لم يهدفوا إلى أن يؤسسوا جامعة أمريكية تحاكي جامعات أمريكية أخرى كالتي في شيكاغو أو نيويورك أو بوسطن. أرادوها جامعة أمريكية في هذه المنطقة. ولاحظي أن اسمها كان في البداية الجامعة السورية الإنجيلية السورية، ثم صار اسمها الجامعة الأمريكية في بيروت، يعني ارتباطها دائما بمنطقة معينة. دليلي على ذلك أن هيئة التعليم الأولى كانت تضم 16 أستاذا و13 طالبا، شوف النسبة قديش ممتازة. أحد أفراد هذه الهيئة التعليمية هو الشيخ نصيف اليازجي، والشيخ نصيف اليازجي أحد أكبر رواد النهضة الحديثة للغة العربية، هو صاحب مقامات التي تحاكي مقامات الحريري والهمذاني، وهو صاحب مجمع البحرين، أديب كبير. دليل آخر على ارتباط على أهمية اللغة العربية عند الجامعة أن العلوم وغير العلوم، يعني كل المواد كانت تدرس بالعربية منذ بدايتها، حتى أن كورنيليوس فان دايك ألف كتبا للطب باللغة العربية وكانت تدرس في كلية الطب وفي كلية معاهد أخرى في العالم العربي. والجامعة الأمريكية انتقلت إلى التعليم بالأجنبية سنة حسب ما أذكر 1887، يعني بعد حوالي 20 سنة من تأسيسها، ولم تفعل ذلك باختيارها وإنما اضطرارا، لأن الذي حصل أنه بعد أزمة داروين رحل كثير من الأساتذة العرب والأمريكيين المجدين للغة العربية، فلم يبقى عدد كاف من الأساتذة الذين يستطيعون أن يدرسوا باللغة العربية، فاضطروا إلى أن يدرسوا باللغة الإنجليزية. أزمة داروين يعني تقصد التطور ما كنا نتحدث عنه في البداية، صار خلاف على هذه المسألة واستقال كثير من أساتذة الجامعة، فاضطرت الجامعة إلى التحول إلى اللغة الإنجليزية. لكن هذا لا يعني أنها تحولت عن الاهتمام باللغة العربية. حتى اليوم في كلية الأدب والعلوم وهي قلب الجامعة نرى أن كل طالب يطلب منه أن يأخذ مادة في اللغة العربية أو الأدب العربي، ولا يتخرج إلا بأخذ هذه المادة. هذا إجباري للتخرج، هذا إلزامي. نعم.
حلزاني. ونستطيع أن نستعرض أسماء أشخاص كثر مروا بهذه الجامعة ممن أسهم في دراسة اللغة العربية. مثلا سنة 1929 أنشئ كرسي لدراسة اللغة العربية، كرسي جويت الذي كان أول من احتله أنيس الخوري المقدسي، ثم الدكتور جبرائيل جبور، وبعد ذلك شاعر الحداثة العربي خليل حاوي، وظل فارغا حتى سنة 82 وفاة الشاعر حاوي، ظل فارغا حتى 2004 إلى أن شرفتني الجامعة بأن منحتني هذا الكرسي. ولكن ماذا عن الطلاب الذين لا يتكلمون اللغة العربية أصلا؟ يعني هؤلاء غير ملزمين أن يأخذوا مادة باللغة يتم العربية، يتم إعفاؤهم منها إلا أن هناك برامج خاصة لهؤلاء الطلاب إن شاءوا، يعني العربية لغير الناطقين بها، وهو برنامج كبير وما زال ينمو منذ سنوات. يعني هذه رؤية جميلة، ولكن أين القدرة التنافسية للجامعة الأمريكية في المنطقة في هذا المجال بالتحديد؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نكون واقعيين، نحن ندعم أساتذتنا وباحثينا في العلوم، واستطاعت الجامعة أن تنافس على صعيد من هذا الصعد، إلا لأننا إذا شئنا أن نكون واقعيين، نحن لا نستطيع أن ننافس كجامعة أمريكية أو حتى كلبنان مثلا أن نبني مصادما أو مسرعا كالذي في سيرن في جنيف، اللي هو اللارج هادرون كولايدر، أو لا يمكن أن نفعل ذلك لأنه يتطلب مئات الملايين من الدولارات. اسمه مصادما. نعم، مصادم هذا الأكسلريتر أو الكولايدر. لكن هذا لا يعني أن أساتذتنا لم يتفوقوا في هذا المجال. مثلا هناك من أذكر مثلا واحدا لضيق الوقت، هو تفاعل بيروت أو البيروت رياكشن، الذي قام باكتشافه وتسجيله براءة أستاذان في الجامعة الأمريكية، هما إزودريدس، بروفيسور إزودريدس، والدكتور مخلوف حدادين، وهو من أشهر علماء الكيمياء العرب المعاصرين. لكنني أزعم هو أن أردني الجنسية. نعم، هو أردني الجنسية. أزعم أن القدرة التنافسية للجامعة إنما هي في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية المنتمية إلى هذه المنطقة. وانظري إلى بعض الأسماء التي لمعت في هذا المجال، مثلا في الفلسفة، في الفلسفة الغربية دكتور شارل مالك، في الفلسفة العربية دكتور ماجد فخري، في التاريخ، وقد جئت بصورة يمكن عرضها لأربعة طلاب تخرجوا عام 1938 من المبنى الملاصق لنا اللي هو مبنى جسب، جئت بها من أوراق والدي لأنه أحد الخريجين، والخريج آخر هو رشدي المعلوف، والد الأديب اللبناني العالمي أمين المعلوف. هؤلاء الأساتذة قسطنطين زريق رائد القومية العربية طبعا، أنيس الخوري المقدسي الأديب العربي والشاعر المعروف، الدكتور أسد رستم وهو مؤرخ لا يشق له غبار، والدكتور جبرائيل جبور. تصوري هذه النسبة، أربعة أساتذة لأربعة طلاب. هؤلاء رواد، هم الذين أسهموا في نهضة اللغة العربية ونهضة المجتمع بشكل عام. أعود إليك دكتور نادية، ونرجع للدارجة العامية اللغة المحكية. خلينا نقول نحن هون موجودين، خلينا نقول بالأوفل جرين، مظبوط، جرين أوفل، بعتقد نحن عندك هون قلب كلية الأداب والعلوم، هيدا قلبه هون. خلينا نقول هيدا مبنى زها حديد المبدعة التي رحلت، يعني هذه الله يرحمها. نعم، في توجه بعد لهذا النوع من الدراسات. كنت عم تحكي انه في واحد يكون مبتكر، بس مش معقول كل واحد يفكر انه انا بدي ادخل الى هذا الاختصاص، يا بدي درسه لاحقا، يا بدي يكون مبتكر فيه، او ما عندي شغل اعمله. كلية الأداب والعلوم هي أساس الجامعة، أساس الجامعة الأمريكية، بمعنى أنه فلسفة التعليم الليبرالي أو الليبرال إدوكيشن موجود بها الكلية. الليبرال إدوكيشن بمعنى المفهوم أنه واحد يقدر يفكر بحرية، يناقش بحرية، يختار بحرية. بعطيكي مثال، بيجي طالب على كلية الهندسة مثلا، عنده منهج كامل لازم ياخده بالهندسة مشان يتخرج، بس مطلوب منه كمان إلزاميا ياخد دروس بالاقتصاد، بالفلسفة، بالتاريخ. ما في يتخرج من الجامعة إذا ما أخذ مواد
متنوعة. تعتبروا هذا من جزء من الإدوكيشن ضروري لألو. ضروري، وهيدا اللي بيميز الجامعة الأمريكية عن الجامعات الثانية، إنه ما بيفوت بس على الهندسة وبضل بالهندسة أو بإدارة الأعمال وبضل ده. مضطر إلزامياً ياخذ صفوف عديدة متنوعة بالأدب وبالتاريخ وبالاقتصاد وبالعلوم السياسية. ما بيفوت تلميذ على الأيو بي إلا ما بيكون دخل كمان بنفس الوقت على كلية الآداب والعلوم. نعم. سوري بولا، دكتور حراجلي مهندس دارس بكلية الآداب والعلوم، دكتور بعلبكي استاذ عربي دارس هون، دكتورة نادية مؤرخة، دكتور صايغ اللي حنحكي معه طبيب، أنا كمان طبيب، كلنا دارسين بهالكلية الأدب والعلوم. هاي من أهم الأشياء المنشئة لهالجامعة اللي بتفرق عن غير جامعات، إنه لسبب كتير كويس ما في مهرب من هالكلية، إيه؟ لأنه الواحد نحن بنحس الواحد وحدة بهالكلية بيتفتح عقلهم وتفكيرهم، وهالعلمانية اللي كنا عم نحكي عنها بتبلش هون يعني. المطبخ ممر إلزامي فكري طبعا. خلينا نقول للجامعة، بدي أختم معك هذا المحور دكتور حراجلي اللي عم يسمعوك كمان هلأ، وحضرتك مسؤول خلينا نقول هذه الشؤون الإدارية، وكيل الشؤون الأكاديمية أيضا، شو بتقلهم؟ تدعيهم يلتحقوا بالجامعة الأمريكية؟ شو ما كان بدهم يعملوا، شو ما كان اختصاصهم؟ طبعا يعني جامعة، في بس يمكن الحقوق اللي هي منا موجودة بالجامعة، باقي الاختصاصات كلها موجودة. جامعة عريقة عمرها 150 سنة، تتميز انه عندها أساتذة من أهم أساتذة بالعالم، خريجين أحسن جامعات بالعالم، تلاميذ جايين من أحسن مدارس، عندنا ستاف أو موظفين مثابرين على عملهم، وعندنا اليوم إدارة جديدة عم بتحاول تطور الجامعة. مدرسة الرسمية قدي عم بتدخل بالجامعة الأمريكية أو ما في هيك نوع؟ ما عندي هيك إحصاءات، بس بيجينا تلاميذ من كل المناطق اللبنانية، وبالعكس نحن منحمس يكون عندنا شيء اسمه جيوغرافيك دايفيرسيتي، يعني نكون عم تدير تنوع جغرافي مناطق. حتى عم نحاول نجيب طلاب من المنطقة العربية، بس لسوء الحظ بسبب الأوضاع السياسية والأمنية عم نفشل بهالشغلة هذه. يعني لمعلوماتنا كلنا، قبل الحرب الأهلية كان العدد الطلاب الأجانب والعرب اللي يجوا لعنا بشكل شيء 52% أو 55% من جسم الطلاب. بعد الحرب الأهلية طلعوا من البلد، فلوا وما قدرنا رجعناهم لأنه الوضع الأمني ما ساعدنا كتير. حتى فترات الاستقرار كانت موجودة ما رجع الطلاب. ما قدرنا، حاولنا كتير مع أنه منزور الخليج ومنزور مدارس كتير وما قادرين، لأنه كمان عدد الجامعات صار في بدائل، صار في جامعات كتير بالعالم العربي حتى بلبنان، يعني انطلقنا من 3-4 جامعات لـ40 جامعة اليوم. وبالخليج صار في جامعات كتير، بالسعودية في جامعات. فبالعكس بنقول للطلاب يجوا، وإن شاء الله منساعد على يعني الوضع المادي عند العيال، بنعرف قديش هو صعب، ولكن في بديل لهيك انه مساعدتهم ماديا. نعم نحن عم نحاول جهدنا. يعني انا بدي اعقب على اللي قالته الدكتور نادي الشيخ، انه كمان نحن حابين نحمس الاداب والفنون بالجامعه، لازم نرجع للعهد السابق لما كنا فيه القياديين بالمنطقه العربيه. فالسنه بالذات اعطينا شيء 40 تلميذ منحه يجوا، اذا فاتوا بهالمجالات اللي هي ما بحب الطالب يلجا لها، نعطيه 70% خصم على الاقصى. فخطه الجامعه انه نهتم بالاداب والفنون، صار في انسنتيف. صح، أنا بدي أشكركم، وبدنا نستمر في هذه الحلقة 150 سنة على الجامعة الأمريكية على تأسيسها. من بعد الفاصل أيضا سنستمع إلى شهادة من الوزير والنائب مروان حميدي، وأيضا كمان بدي أسألك عن هالجامعات وأسأل الدكاترة رح ينضموا كمان، لأن فكرة الفرانشيز نقول بالجامعة أو فرانشايز، أو منشوف أنه جامعات كبيرة عريقة بتجيب تفتح بمطرح آخر، شو هو انطباعك عن هذه المسألة وقدي مفيدة ممكن تكون؟ فاصل مشاهدينا ونعود.